موجة المجني عليها نعرف دلوقتي منها التفاصيل. أنا بعزيكي في البداية. عايزة أعرف كده جالك الخبر إزاي؟ احنا شايفينه أصلا، هو موت قدام. كان قبلها بيومين، قبل المشكلة بيومين تلاتة، كان أشرف حاطط العربية عندهم، راح قاله شيل العربية يا أشرف، ده أخو سعيد. راح أشرف شال العربية من عندهم. بعد ما أشرف مشي راحوا نادوا على سعيد، أخوه نده على سعيد، فبصيت من الشباك راح قال نزلي لي سعيد. قلت له طيب ماشي. راح سعيد نزل له، راح قال له ما تخلوش أشرف أخوك يركن قدامنا تاني. راح سعيد قال له ماشي من حقك، ولا انت تركن قدامنا ولا احنا نركن قدامكم. يعني هما بلغوا سعيد شقيق المجنى عليه. ده سعيد. فراح قال له سعيد لو انت عايز تركن في اي مكان قدام بيوتنا انت اركن، لكن اشرف اخوك لا. راح سعيد رد عليه قال له ايه اشرف، ايه طارق، ايه محمد، ايه سعيد، كلنا واحد، هم اربع اخوات. قال له احنا كلنا واحد بس. فبقى بيزعق وكده. راح سعيد قال له ايه هي مش بالصوت هي بس. وراحوا سكتوا على كده. ايه السبب بالتحديد ان يمنعوا اشرف يركن العربيه؟ ما اعرفش، هم بقى خلفت. ما اعرفش. جه بقى بعدها بيومين ثلاثه نازلين بقى، سعيد اتصل، كان في الشغل، اتصل كنز ردت عليه قال لها خلي ماما تلبسكوا عشان نروح نجيب لبس العيد من الخصوص. فلبستهم وكده ومشينا. هم شايفين واحنا ماشيين، فهم جم ركنوا العربيه بتاعتهم قدام بيت. شيل العربيه من هنا عشان عايز يشتغل، عشان هو ميكانيكي. راح مرضيش، راح قال له امشي من هنا، يلا انا مش هشيل حاجه واللي معاك اعمله. راحوا اتهجموا على اشرف وكسروا له الازاز وكده. واحنا الكلام ده كان سعيد مش موجود اصلا. فاحنا لسه في المحل وسعيد لسه بيلبس كنزي لسه الجاكيت، بقول لها حلو عليكي ده يا كنزي. راح التليفون رن ان هم متهجمين على اشرف. فرجعنا قلع كنزي الهدوم وسابه ورجعنا. بعد كده بقى راح جه اتفقوا بقى اللي هم يقعدوا بعد الفطور. قعدة صلح يعني. اللي هم يقعدوا بقى ليه كده يعني؟ الموضوع تافه اصلا يعني. ركنت عربيه ولا تركن عندي ولا اركن عندك. هجم عليه في الاول ازاي؟ كسر له ازاز العربيه اللي تحت ديت، موجوده تحت اهي. بعد كده جه سعيد طلع، فهو متعود اللي هو بيصلي المغرب ويطلع ايه يفطر. فهو اليوم ده بصراحه قال انا ماليش نفس افطر، قال لي مش هفطر، انا هشرب ميه وهصلي وهقعد تحت. هو لسه نازل راحوا اشتغل عليه بقى بالضرب النار. كنت انت موجوده وقتها؟ شو موتينه قدام عينينا وقدام امه وقدامنا وقدام عياله وقدام كله. ما قدرتيش تنقذيه ولا تعمل اي حاجه؟ كانوا عمالين يضربوا فينا بالازاز ويضربوا علينا النار لحد الدور الخامس فوق شقه اخوه اللي هو اشرف، برضه بهدلونا. حتى بعد ما هو ضربوا الطلقه في دماغه قعد وفي قلبه قعد يخبطوا بالازاز وبالمواسير وبالرخام بعد ما هو ميت. يعني هو ميت مش رحموه وبهدلوه. كان يعني غريب يعني. في اول رمضان لقيته جايب لي دعاء كده، راح بيقول لي خدي ايه دوت عشان تقري فيه بعد ما تصلي. ما اعرفش يوم الجمعه ببص، انا كنت حطاه على المكتبه هنا، فببص كده رحت افتكرت الكلمه اللي هو قالها لي. ليه قتله؟ انا عايز اعرف هو ليه قتله. هو السبب اللي هي ركنت عربيه اللي هو يعمل فيه كده. طب انت كنت حاسه ان هو كان ممكن يحصل له كده؟ كنت حاسه قبلها بحاجه، قلبك مقبوض او اي حاجه؟ لا عادي والله، عادي. بس هو كان غريب، كنت حاسه ان هو متغير، ان سعيد متغير. وهو سعيد كويس اصلا وجدع جدا ومات راجل اصلا. على فكره سعيد هو اللي يعني طلع لوحده، هو ما كانش معاه حاجه يعني. هو ضرب اول طلقه راح سعيد ركن. لو انت هتشوفي المنزل اللي تحت دوت، راح دخل وراح قال له انت بترفع عليا السلاح يا حماده. لما ليه سعيد مش خايف؟ احكي لي كده المشهد، شفتيه ازاي قدامك؟ مش شباك، وانا نزلت المدخل اصلا، بس كانوا عمالين يضربوا النار وعمال اصوت بهدلوه، واقسم بالله بهدلوه. انا سامعه صاحبه عمال يقول سعيد مات، يا لهو سعيد مات. بص يستريا، وهم مش رحمين صناديق الحاجه الساقعه والرخام على سعيد كل ده. خبر ازاي لما سمعتي ان هم بيقولوا سعيد مات؟ ما بصي بقول لك، جات لي صدمه اصلا، جات لي صدمه منهم. مش رحمونا وكانوا عايزين يضربوني كمان، وراح اللي كانوا واقفين معاهم وهم بيضربوا سعيد مش قادرين ان هم يحشوه عن سعيد مثلا. طب انتوا القعده، طب اللي انتوا كنتوا واقفين معاهم، طب ما انتوا كنتوا متفقين مع سعيد ان في قعده بعد الفطار.
صح ولا لا؟ ليه ما قدرتوش تحشوه وهو بيضربه بالنار؟ نفسي يرجع والله ما متخيله اللي هو مات اصلا. نفسي يرجع، نفسي يرجع والله. وحتى لما اخوه التاني هتنصحيه بايه لو المشكله دي انعادت تاني ورجع الزمن؟ اقول له يا ريت ما كنتش هنزله اصلا، والله ما كنت هنزله تحت اصلا، ولا يقول لي افطار ولا مش هفطر. وانا استغربته اصلا عشان اول مره يقول لي انا ماليش نفس افطر، يعني اللي هو كان حاسس اللي هو هيحصل له حاجه. يعني انا استغربت بقول له ازاي يعني مش هتفطر؟ قال انا هشرب ميه بس وهصلي وهقعد تحت. هو ما لحقش يخش الورشه اصلا، نزل تحت راح اصطادوه بقى على المنزل تحت. بس سعيد والله هو ميت راجل، هو ميت راجل مش منهم، لان هم كانوا ثلاثه وابن اخوه ومرات اخوه كانت بتضرب نار من فوق من البلكونه. مرات اخوه كانت بتضرب نار؟ اه مرات اخوه اللي اتقتل برضو كانت بتضرب نار من البلكونه، وعمالين يحدفوا ازايز الحريم برضو. بقول لك وكميه الصناعيه هم فاتحين. بتتمني ايه؟ بتتمني ايه في القضيه دي؟ ان هو قصاص اعدامه. انا عايزاه يتعدم زي ما هو يتم عيال سعيد، وحرق قلب على سعيد. وما لحنا ما لحقناش ان انا وهو نتهنى ببعض اصلا، يعني انا وهو بقالنا 10 سنين متجوزين. ويعني بصي اطفال، اكبر واحده عندي 7 سنين واربع سنين وسنه وثمان شهور، وكان فرحان بابنه جدا. كان يعني ما لحقش، يعني محمد ده لما يكبر مش هيبقى فاكر ابوه، هيبقى فاكر ابوه سنه وثمان شهور هيبقى فاكره. ايه ده؟ ربنا يرحمه ويصبرك. ربنا يرحمه. قصاص، انا عايزه القصاص، انا عايزاه يتعدم في ميدان عام. انا عايزه حماده دوت، هو الشهره اسمه حماده. بس احكي لي كده تفاصيل اليوم قبل ما سعيد يتغدر بيه. سعيد جه اتصل بمراته قال لها لبسي العيال وتعالي عشان اجيب لبس للعيال. قالت له حاضر احنا بنعمل الكحك. قال لها لا قومي الاول هنفطر بره. خد البنتين وساب للواد الصغير محمد خده معاك. قال لي لا خليه معاك، خديه خليه، مبروك عليك. وخد بعضه ونزل. كانت الساعة 5. خد بعضه ونزل من هنا وانا قاعدة عمالة بعمل في بسكويت. عملت الكحك بعمل في البسكويت. كنت حاسة بحاجة غريبة في اليوم ده وهو نازل وخارج؟ هو خارج الساعة 7 الصبح رايح شغله، مفيش حاجة، وبيضحك كتير وعمال يهزر كتير، وعمال العيال يركبوا عليه ويلعبوا عليه، مفيش أي حاجة. معاه البنتين ومعاه الولد عمالين يلعبوا. يجي من شغله الساعة 3 يخش يشطف يصلي العصر ويروح داخل على أوضة جوه نايم. اليوم دوت ما رضيش ينام. خد بعضه ايه وقع. قال انا ماشي انا نازل ومبروك عليك محمد وانا اخد البنتين وامشي اجيب بالهم. قلت له ماشي. خد بعضه ومشي من هنا. فانا سمعت زي في الشارع، بصيت من الشباك لقيت اشرف ابني بيزعق. قال لا انا هحط العربيه هنا. قلت له لا انت قلت له شيل العربيه، قال لكم العربيه مفكوكه. قلت له لا انقل، هو ابن ميكانيكش خليته جاب اتنين من بره ونقل العربيه وخلاص على كده. راحوا جايبين العربيه الكبيره قوي بتاعت البيبسي، راحوا مقفلين لباب العماره خالص، وهو العربيه زي العربيه اللي واقفه تحت دي وبيشتغل. فاشرف بعت له ابنه قال له ده قول لعمك خالد قول له شيل العربيه من هنا. قال له امشي روح عند امك عند ابوك. راح واخد بعض الواد راح قايل لابوه. راح اشرف قال له لو سمحت انت شلتنا العربيه وانت تشيل العربيه حطها عند بيتكم. يعني كلمه بطريقه كويسه. بطريقه كويسه. راح ماسك ازازه وداب في العربيه بتاعت الزبون اللي وقف، العربيه الحمراء اللي تحت دي. راح الازاز نازل، راح الازاز نازل. فاشرف راح شاتم، اما الازاز بتاع العربيه كسر راح شاتمه. يعني هم اللي بداوا في الاول بكسر ازاز العربيه. وانا خدت بعد انا شفت بقى اشرف بيشتم والازاز كسر، رحت انا نازله رايحه لهم على البيت. عيب كده احنا جيران وعيب كده. كده غلط اللي انت بتعمله يا خالد. قال لي اصبري وعمل لي بايده كده. فانا مش في دماغي. كنت حاسه بحاجه في الوقت ده ولا حسيت ان هو بيقول كده مجرد كلام؟ احنا كده اصل احنا جيران مفيش حاجه ولا بينا وبينهم عداوه ولا بينا حاجه. ابني في شغله وهم في شغل، دول بتوع اثار وبتوع بيبس، وانا ابني ميكانيكي ملهوش خلطه. حتى اما كانوا يجوا يقعدوا شويه يقعدوا، سعيد ابني بالذات كانوا يبعتوا له يقعد معاهم يقول لا.
دول نفسهم عليا في السماء انا ماليش دعوه بيهم. الناس الحوار بينكم كده كان حاسس ان هو ممكن يموت او لا 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 انا سعيد ابن كلام عمال يضحك ويلعب مع عياله ويضحك معانا ويجي ويفطر ويجي ينام جوه يقعدوا معايا كلهم في الشقه قدامه شقتين قصاد بعض. هو معاملته ايه معاكي في البيت؟ بيعاملك ازاي؟ سعيد لو قلت لك حنيته مش انا معايا اربعه من ساعه ابوهم ما توفى حنيتهم مش على حد. حنيتهم لو لقاني زعلانه ولا زعقت معاه حاجه وحد يقول له تعالى ندخلك لامك يقول لهم تدخلوني ليه؟ يروح داخل نايم عليا وقاعد في وسط. حنين 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 على الكبير والصغير وما يسمعش عنك خبر الا ما يجي عليك. لو انا تعبانه وشايفنا ان بتجيلي كرشه النفس يسندني كده ويزقيني بالمعلقه في حضني. يجي او يجي من الشغل يدخل العيش لمراته ويخش يشطف عندي في الحمام ويخش على سريري ينام. سعيد حنين قوي. مش يستاهل الموتة دي؟ مش يستاهل الموتة دي بس مات في ايام حلوة. مات في ايام حلوة وكان نور. انا دخلت عليه الغسل لقيته نور طلع من وجهه. النعش بقى يجري بيه بطريقة مش معقولة. اول مرة اشوف يعني ابوه ميت بقى له 4 سنين ابوه ما شفتش فيه اللي شفته بسعيد. النعش كان بيجري ازاي والناس بتتكفى ازاي مش عارفه. واول مره في التاريخ من ساعه ما اتخلقت اشوف نعش ابيض. اشوف حمام في السماء في التراب بتلف حواليه 3 حمامات وانا بدفن الساعه 1 بالليل. محمد الصغير بيشاور لي في الشارع. تحس بايه وقتها لما بيسالوك يا تيتا بابا راح فين؟ نار نار في قلبي قلبي ونار كده اهوت وحاسه مش عارفه اقول ايه مش عارفه اقول ايه من عيد سعيد. سعيد قدامك هتقول له ايه؟ لو قدامي ما كنتش خليته بس كانوا هيطلعوا له عشان هم طنيتهم الغد عشان اخوه واقف الثاني يقول له لا انت يا طارق لا احنا عايزينهم عشان هو اللي مش راضي يمشيهم في مشيهم كذا مره يقول له طب تعالى سوق عربيه عندنا يقول لهم لا. راح اشتغل في فرن تعيش عشان الرخصه اتسحبت منه. بس معقول حد يقتل حد عشان ركنة عربية؟ والله يا بنتي هي الشهر المفترج ما في أي حاجة بيننا وبين الناس دي حاجة. ويوم الجمعة أنا مصلية مع نسوان وإخواته في قلب المسجد اللي كانت بتضرب النار. يعني الموضوع يبان صعب اللي هو يعني حاجة ما يستوعبهاش بشر يعني. أنا نزلت له أتاري ابني ميت ونزلت له بقول له ليه يا حمادة كده بتعمل كده ليه في سعيد؟ يقول لي ده أنا هخلص لك هيحزنك عليهم. وبيعمل لي ايدي كده وجايه في الصور وبيعمل لي كده. يعني ما كانش في اي خلافات سابقه ولا بيننا وبينهم اي مشكله حصلت حاجه بينهم خالص. كل ده عشان ركنه العربيه. هو اللي بعته الاول قبلها ب3 ايام يا اشرف ما تركنش عند بيتنا. سعيد قال له من حقك يا عم هنركن بيت. بنبص لقينا على العربيه حاجه خالص وكل شويه توقع. الهدوم اللي راح لبسها لعياله اهي هاتيها يا ست. راحت النهارده نزلت وخدت توك توك وراحت جابتها وجات. من الهربة اللي هو قياسها الاولاد وقعت في الشارع مرتين وبتاعت البوتيك بقوا قعدوا يهدوا فيها قبل الفطار. راحت جابتها خافت لا يتباعوا تاني عشان اتباعوا الاولانيين. راحت جابتهم وجات اهي. من الهات هدوم عيالك اللي هو انا بشوف البنات منقل البنات ايه؟ اسود. تعالي يا كنز يا بنت منقل البنات البنتين كنز ومكه هات بتاع محمد البنتين. يعني دي الهدوم اللي كان مختارها سعيد قبل ما يتوفى. ساعة التليفون ما راح له سابهم وقال لها هجيلك بعد الفطار وسابهم وجاي. شالتهم له يومين ورحت وادي للولد. شوفهم لبس العيد قبل ما يتغدر بيه. قبل ما يغدر بينا واحنا رحنا النهارده دفعنا فلوس وجبناه ما كانش دفع. ربنا يرحمه ما عملش حاجه وحشه والدنيا كلها تشعل على ابني. حضرتك حماد سعيد؟ اه وحماته. قولي لي بقى كده سعيد كان في الفتره الاخيره عامل ايه معاك وكان حاسس ان هو هيموت لا قعد معايا في البلد 3 شهور
مش خلينا اقول لك عليه. وجي هنا كان حضانه في رمضان الثلاث اللي فات غير ده، وكان متفق يروح مع جاي ليوم الخميس اللي فات ده، يقول بقى الخميس والجمعه انا قاعد هنا في السلام وبدنا في الشرقيه فوز، وحنروح في العيد يوم الخميس الجاي ده بيروح يقعدوا معنا هناك، كل عيد بيروحوا معانا عشان هو اصلا ابوه ابن عمي وانا سلفه امه. كان بيعاملك كده زي والدته بالظبط. مش خلينا اقول لك، هو كان عندي بالدنيا دي كلها، انا لغايه دلوقتي مش مصدقه لسعيد مات. جانا الخبر واحنا لسه بنشرب ميه، اي رنت على بابا يا بابا سعد نضرب بالنور، سيبنا الصينيه باكلها وطرقنا على المطريه، عرفنا لسعيد مات. مش كنا مصدقين. ما كانش يستاهل الموته دي. سعيد يستاهل؟ احنا كلنا احنا لو شفنا ده والله العظيم انا واحده هفتح بطن. احنا لغايه دلوقتي مصدقين سعيد مات. مش خلينا اقول لك سعد ايه، سعد ولا فريتنا كلها ادب ورجوله، ان حد توفى تلاقيه بيجري بالعربيه، ان حد تلاقيه بيجري يخنقه يهدي، حد عمل يجري هو سعيد. كان راجل جدع. راجل مش خلينا اقول لك، مش كان بخلي حد يبص من الشباك على كل العيله. مش خلينا اقول لك، انا مش مصدقين سعيد مات لغايه دلوقتي، هو كان نور عيني من جوه. والله مش متوقع ان هو ممكن يحصل له كده. ولا كنت بقول لك، كان جالي يوم الخميس جدا معايا خميس ويوم الجمعه عشان نعمل تعك ويجي ياخد ايه، يجي الخبر يوم الثلاث. لو وقفنا في ظهر الرئيس السيسي هو يقف لنا، دي بلطجيه، دول بيقلدوا لنا تمثيليه. كان عن رفاعي دسوقي بقلدوها، ما هي كده. مش متخيله المشهد ده ولا مصدقه سعد يحصل له حاجه، عشان عارفه مش بحب الخناق ولا اشرف بيعرف يتخانق. بجيب لك من الاخر.